وعليكم السلام. تفضل دكتور. العرض واضح ولا ما هو وضع العرض؟ الشرائح بين جنب. تمام، هيك واضحة. برأيكم كم العدد اللي راح يحضر حتى نباشر؟ دكتور ما نبلش، راح تتجمع حاضر. راح نحكي في المحاضرة اليوم عن موضوع الإسعافات البولية أو الأمراض اللي بتراجع الإسعاف بشفيات بولية. برأيكم شو هي أشهر الحالات اللي ممكن تراجع الإسعاف لأسباب بولية؟ في حدا ممكن يجاوب؟ إيش الإشارات اللي ممكن نشوفها بالإسعاف من الإسعافات البولية؟ ممكن تدلي نعم بول، نعم ممكن تدمي بالبول، نعم غيره حصيات بولية الحالب أو كلي. نعم بس هاي بتراجع بشفيات. نعم التهابات الجهاز البولي، التهابات الجهاز البولي. نعم غيره أسباب أخرى ذكرناها المحاضرتين الماضيات، يعني ذكرنا أشياء العلاقة في الأعراض والعلامات، وذكرنا بأول محاضرة عن الجهاز البولي حكينا عن موضوع القصرة البولية. داومتوا بالإسعاف ولا لسه؟ لو حدا منكم عم يداوم بالإسعاف؟ دكتور دوامنا بس مو كثير. اي مشت ولا مريض اجى على الاسعاف عنده احتباس بولي؟ ايه شفنا بس سميت روح معك ما نعم. فهمت السؤال. الامراض اللي بيراجع فيها الانسان الاسعاف، الامراض البوليه اللي بيراجع فيها الانسان الاسعاف ضمن طائفه كبيره من الامراض الجهاز البولي. الامراض تقسم الى نوعين، امراض العلاقه في الردود تروما أو نان تروما، يعني أمراض عادية مثل اللي ذكرتوها قبل قليل علاقة بالكولنج الكلوي أو الألم الكلوي أو حالة البيض الدموية أو ما شابه. طيب راح ندخل بالتفاصيل هاي ما يتعلق بالإسعافات الجهاز البولي. هلا بالنسبة للإسعافات، هي إسعافات شائعة مثل طيف الأمراض اللي حكيناها قبل قليل، ضمن طيف واسع من الأمراض اللي بيراجع فيها المريض إسعاف. طبعا مثل ما حكينا يمكن بأول محاضرة بنحكي عن موضوع الجهاز البولي عند الإناث، الجهاز البولي والتناسلي عند الذكور، هي الأمراض الجهاز البولي أو اختصاص الجراحة البولية. طبعا مقارنة مع بقية الأمراض الجراحية اللي بيراجعوا فيها الإسعاف، ممكن تكون الإسعافات البولية مقارنة مع غيرها أقل، لكن هي أسباب الشائعة لمراجعة الإسعاف. ولا بنشوف نحن طيف الأمراض إنه فعلا ممكن نشوف نحن مريض كولنج كلوي كثير في الإسعاف، قصد إنه شائع إنه يراجع مريض كولنج كلوي أو مريض بيلة دموية أو مريض ألم كلوي يراجع الإسعاف. طبعا الطيف الواسع اللي عم نحكي عنه بضمن مثل ما حكيتوا انتم
من ردود الكلية وأزياد الكلية، لفتال الخصية، لبيلة دموية، لإنتانات حتى المولية ممكن يراجع الإسعاف فيها. هلا تقييم اي مريض براجع اسعاف، التقييم الاولي كثير ضروري، هذا السلايد تفهموه منيح. اي مريض براجع اسعاف بيجرى تقييمه وفق العدديه الاي بي سي دي اي. طبعا اي مريض اسعاف براجع على شرط يكون واعي او غير اسعاف رضي. غير الاسعاف الرضي بتبع هاي الخوارزميه، هي الاي هي الاير واي والاكسجينيشن، البي البريذنج والفنتليشن، السي سيركليشن شوك اند مانجمنت، الدي ديسابيليتي الناجمه عن تدهور الاعصاب العصبيه او السبب العصبي، الاي التعرض والفحص. طبعا هاي الابجديه ضروري، يعني اكيد انتم حفظتوها من قبل. طيب بالنسبة للفحص، هذا الـ ABCDE بنجريه لمريض نانو تروما، مريض الإسعاف العادي اللي بيجي بكوما أو غير كوما، هو مريض خلينا نعتبره بمرض داخلي يعني أو مرض غير رضي يعني. بينما بتختلف هاي الخوارزمية لما بيصير المريض رضي، لما بصير المريض رضي بيكون بتبدأ بالسي هو السيرفيكال، بحيث انه نحمي نحن من اذيه متوقعه في الرقبه او العمود الرقبي للمريض. فقبل ما نعمل اي اجراء المفروض نأمن تثبيت للرقبه بطوق رقبي او بطريقه اخرى، بحيث ما نزيد الاذيه او نحول المريض مريض يعني ضغط عصبي او رد بسيط لحالة شلل، وممكن تكون شلل رباعي. فكتير مهم هاي الخوارزمية تحفظوها، وراح تعدي عليكم لاحقا، بس ضروري جدا لما نسألكم في الامتحان لما يجيك مريض رضي تكون تنتبه لموضوع وجود إصابة عمود رقبي خفية ما يظهر عليك، فبتحمي العمود الرقبي بشكل ضروري جدا. إذا ما حميته فأنت بمعنى قدمت للمريض هدية كبيرة، هي الشلل قد يكون نصفي أو رباعي. واضح هذا مبدأ العلاج بالنسبة لمريض الرضي، تمام؟ رح نحكي هلأ عن موضوع أي مريض، بنرجع بنحكي مقاربة أي مريض تعتمد على القصة السريرية والفحص السريري، وبعد ذلك تتطلب الاستقصاءات اللاحقة. هلأ بالنسبة للفحص القصة السريرية عند مريض جعل الإسعاف بقصة بولية، لازم نحن نعرف القصة السابقة إذا كان في عنده أي تداخلات أو أمراض بولية سابقة أو تداخل عليها، مثل مرضى الحصيات عنده بيصاب حصيات بولية أو عملنا تفتيت أو عملنا تنظير بولي. فهذا كتير بفيدك في توقع إيش ممكن يكون عند المريض من عوارض أو أمراض أو سبب مراجعته بشكل إسعافي للإسعاف. طبعا القصة المرضية السابقة كثير مهمة، والقصة الدوائية كمان مهمة. كل الأمور هاي مهمة جدا في القصة، تعرف كل السوابق المرضية السابقة كان في الجهاز البولي أو قصة مرضية أمراض أخرى كالأمراض الشائعة الضغط والسكر، ربو حساسية، تناول الأدوية، كثير مهم هذا، فبيساعدك على التشخيص الصحيح للمريض. هلأ بالنسبة للفحص، طبعا الفحص في عندنا فحص عام للمريض بشكل عام، فحص جهازي كامل يبدأ مثل ما يقولوا من الرأس إلى أخمص القدمين، بحيث إنه نتناول كل شيء للمريض، لأن المريض هو وحدة متكاملة لو إجا كمان قصة بولية. ثم ننتقل لفحص الجهاز البولي لكل أجزائه من المثاني إلى الكليتين إلى البروستات القضيب والصفن، ولكن نضطر إلى إجراء فحص نسائي في حال الأمر كان متطلب أو مستطب، وفحص المغبنين إذا كان وجود قصة متعلقة في المكان. الاستقصاءات الروتينية هو نحكي على موضوع المسح للمثاني أو إجراء إيكو للمثاني حتى نتأكد
طبعا المثاني إذا كانت ممتلئة أو فارغة أو في أي آفات تدل على الحالة الإسعافية للمريض. الفحص بنعمل شيء اسمه الفلومتري أو فحص تدفق البول إضافة إلى تحليل البول. طبعا بالنسبة لنا تحليل البول شيء أساسي جدا، هو يعني بنعتبره السلام عليكم في الجراحة البوية، تحليل البول بشكل روتيني لكل المرضى الإسعافيين أو مرضى العيادة البولية بشكل أساسي، يطلب لهم تحليل بول لتقييم وجود أي إنتان أو بيلة دموية أو وجود أشياء أخرى كبروتين أو سكر أو كيتون أو اضطرابات في البول، يعني كبول قلوي أو حمضي أو وجود أشياء أخرى، حتى ممكن البيلوروبين إذا كان المريض يرقاني ممكن يظهر في تحليل بول بالديبستيك شرائط الغمس. طبعا الأشياء الأخرى عند النساء في سن النشاط التناسلي ممكن نطلب بتا اس اي جي أو تفاعل الحمل الحيوي في حال اضطرينا نعمل استقصاءات أو تداخلات أكثر ممكن تأثر على الجنين في حال وجود حمل. الفاست سكان هو فحص التقييم الأساسي السريع إيكو لمعرفة وجود أي إصابات في البطن، وبدقة كثير على موضوع سائل الحر عدمه أي شيء داخل الكليتين أو المثاني. ضد تيستس يعني في كثير أشياء لازم نعمل لها فحص، طبعا لها علاقة في قصة المريض والشكاية الأساسية اللي مراجع فيها والأمراض والمرافقة أو قصة الطارئ اللي حدث عليه فلراجع الإسعاف. بالنسبة للاستقصاءات الشعاعية بتتضمن الطبق المحوري هو أساسي بالنسبة لنا، الألترا ساوند أو الإيكو كمان هو أساسي وبسيط وسهل وغير غازي وغير مكلف، تصوير الحليل الضليل الراجع ريثروغرام ريتروغريد ريثروغرام أو الار يو جي بيسموه، السيستوغرام هو تصوير المثاني الظليل، الاي في يو او اي في بي، وهذا لو درستوه انتم في الاشعه فتقريبا تقريبا هو شبه التغى وراح تشوفوا في المحاضرات اللاحقه، بالنسبه لي غالبا التغى الا باستطبابات محدوده وقليله جدا بسبب الاذيه وقله الفائده مقارنه مع الاستقصاءات الحديثه. الام ار اي نادرا ما نستخدمه في الجهاز البولي لكن ممكن احيانا يكون مصطبب لبعض الافات. هاي أحد نماذج الإسعافات البولية، أذية كلية نتيجة رد كلية، شايفين الكلية قسمين، فهو هذا نموذج للإسعافات البولية. حكينا إحنا المحاضرة اليوم هي بتحكي عن كل شيء إسعافات متعلقة في الجهاز البولي. التصنيف كما ذكرنا بداية المحاضرة، التصنيف هو تروماتيك يعني ردود إسعافات نتيجة رد كرد الكلية أو رد الحالب أو رد المثاني أو رد الأحليل أو رد قضيب أو رد الخصية، فهي بيشمل كافة أجزاء الجهاز البولي من الناحية الرضية. هلا الأشياء الغير رضية نان تروماتيك البيلة الدموية مثل ما ذكرتوا هيماتوريا أو رينال كوليك الكولانج كلوي أو الاحتباس البولي اليورينري ريتينشن أو حالات السكروتوم أو الصفن الحاد، حالات البارافيوموزز أو تضيق القلفة الخلفي. فهي الحالات الشائعة اللي ممكن يراجع يعني الطيف يعني الأوسع لحالات إسعاف الجهاز البولي. هون في حدا عنده سؤال؟ راح ندخل بتفصيل كل وحدة منهم. رح نبلش أول شيء، يعني ربما يكون مهم بالنسبة لكم الحالات الغير رضية، تميزوا إنه إيش ممكن المريض لما يراجع الإسعاف، إيش الأمراض اللي ممكن تكون غير رضية يراجع فيها المريض الإسعاف. فممكن إسعافات الجهاز البولي العلوي تقسم إلى أسبابها الأكيوت كيدني إنجري. الأكيوت كيدني إنجري هون المقصود فيه والأذية الكلوية الحادة أو ما تعادل القصور الكلوي الحاد. رينال كوليك هو القولنج الكلوي اللي ذكرناه،
الكيدني انفكشنز اي انتانات كليه كالتهاب كلي وحويضه، فهي حاله اسعافيه تتطلب تدخل تعافي من ناحيه العلاج، او ممكن الكليه او المريض حتى يكون في خطر عليه. فانتانات الكليه من انتانات الخطره اللي ممكن تسبب تدهور وظيفه الكليه او تدهور حتى حياه المريض. اسعافات الجهاز البولي السفلي تتضمن الكيل الدمويه او الاحتباس البولي او التهابات السبيل البولي والتهاب المثاني او التهابات الاحليل او التهاب البروستات. هاي الاشياء اللي بيراجع فيها مريض بشكاية اسعافات جهاز بولي سفلي. الاسعافات اللي متعلقة في الصفن والاسعافات اللي لها علاقة في الجهاز التناسلي الذكري، فتتضمن حالة صفن الحاد، حالة البريابزم أو النعوز المؤلم، حالة الإسعافات القضيب، حالات مشابهة لبناء الفراكتشر أو البريابزم أو ما شابه، أو حالات التموت مثل تموت فورنير جانجرين. إن شاء الله مفرجيكم يعني صور متعلقة بمعظم هاي الحالات، الحالات الواقعية. راح نبلش بأول حالة إسعافية بيراجع فيها المريض، والهيماتوريا أو البيلة الدموية. طبعا تقسم البيلة الدموية إما إلى بيلة دموية مجهرية الميكروبيك هيماتوريا، أو الفيزيبل أو الجروس هيماتوريا في المرئية أو العيانية. يعني تقسم إلى هذا النوعين. طبعا النوع المجهري يشاهد في المجهر أو شفطان الغمس. النوع العياني هو مشاهد المريض أو شاهد لون البول صار مدمة أو أبول دم. طبعا له تصنيف آخر حسب زمن البيلة الدموية، فإما بدئي إيرلي أو إنشيال هيماتوريا. السبب الرئيسي هو ذو منشأ إحليلي ناجم عن الإحليل أو ناجم عن مسار الإحليل بعد المعصرة الخارجية. فأي بيلة دموية بدئية هي بتتضمن مشكلة في الإحليل، بينما النهائية التيرمينال هيماتوريا غالبا بتكون ناجمة عن عنق المثانة أو عن البروستات، منشأ بروستاتي. البيلة الدموية الشاملة أو الكاملة هي منشأ من المثانة أو الطرق البولية العلوية. هاي التقاسيم كثير ضرورية أثناء القصة لما المريض يذكر لنا إنه أبول دم، كيف ببلش الدم؟ بأول بول أو بنهاية البول أو لا، من أول بول لنهايته البول الدم بينزل يعني بدون تبول ولا لا بينزل مع البول فقط. كل هاي بتفيدكم في التوجه وتحديد منشأ الدم في البول. فلذلك نحن لما بنحكي أو بندرس أو بنقول قصة سرية مهمة جدا، لأجل انه تستوعبوا ليش التفاصيل هاي مهمة، وشلون لما بيجي نحن مريض بيلة دموية شلون لازم نستجوبه. طبعا في كمان اشياء اخرى ممكن ميزات للبيلة الدموية، هل هي مترافقة مع الم او دون الم، كمان مهمة جدا هاي. نعرف انه هل السبب لا سمح الله ممكن يكون ورمي او ناجم عن امراض داخلية او اضطراب نزفي او لا، في مترافق مع الم ممكن يكون مترافق مع حصاد او انسداد أو إنتان بولي. البيلة الدموية لما بتكون منشأة من الكلية، فممكن كتشخيص تفريقي للأمراض اللي بتسبب بيلة دموية البايلونيفرايتس، التوبيركولوزيس، رينال سيل كارسينوما، رينال أدينوما، رينال سيست. طبعا رينال سيست السليمة ما بتعمل إلا إذا كانت متحولة إلى خباثة. راح نذكر في المستقبل أي الكيسات الفلوية ممكن تتحول لخباثة والكيسات السليمة. رينال انفاركشن حالة الاحتشاء، أو الارتيريو فينوس مول فورميشن هو الناسور الوريد الشرياني في الكلية. شائع جدا، ما تفكروا إنه هاي الأمراض أو الأشياء المعدة هي ما شائعة، لا موجودة. ممكن تتدبر طبعا مثل الناسور هذا، ممكن نعمل له تصميم تشفى البيلة الدموية يعني، لكن بحاجة بالبداية لتشخيص دقيق حتى نميزه.
وجود رض كلوي ممكن يكون سبب البليه الدمويه، اخيرا التهاب الكبد والكليه الجلوميرولونيفريتس ممكن يكون سبب البليه الدمويه، والبليه الدمويه بتكون غير مؤلمه لما يكون جلوميرولونيفريتس، او اي اضطراب مثل ما ذكرنا في او وظائف النزف والتخثر ممكن تسبب لما بصير عندنا نزوف عفويه، قد يكون احد مصادر او منشا النزف العفوي هو الجهاز البولي. الاسباب اللي متعلقه في الحالب غالبا الاورام تي سي سي ترانزيشن سيل كارسينوما او حصيات، او احيانا وجود التهاب زائد قريب من الحالب ممكن يخرش الحالب ويعطي شيء من الميكروسكوبيك هيماتوريا. المثاني ممكن بشكل شائع والأساسي هو الترانزيشن سيل كارسينوما بسبب بيلة دموية غير مؤلمة، أو الحصيات، أو وجود انترستيشيال سيستايتس التهاب المثاني الخلالي، أو التهاب مثاني قيحي بيوجينيك سيستايتس، أو تروما حالات الرضوض. بالنسبة للأحليل ممكن يكون الحليب البروستاتي عندنا ضخامة بروستات حميد بناين بروستاتيك هايبرملاجيا، عندنا ستون قيات، عندنا البروستاتيك كارسينوما وهو نادر جدا نادر جدا ما يسبب بيلة دموية، غالبا أعراضه خفية أكثر من أعراض تضخم الحميد للبروستات. وجود رضوض للأحليل، طبعا الرضوض قد تسبب انقطاع البول أو وجود دم على الصماخ دون تبول. هاي الأشياء الأسباب تقريبا الشائعة في البلية الدموية، حصيات، الانتانات، حالات الأورام، كلها لازم ناخذها بعين الاعتبار. طبعا حتى في الأحليل ممكن يكون في عندنا أورام أو سرطانات تسبب البلية الدموية. هلا العمل، ايش العمل لما نحن بجينا مريض بيلة دموية؟ مثل ما ذكرنا في البداية دائما القصة السريرية الهيستوري لازم يكون تفصيلي عند المريض، ومهم جدا يكون القصة دائما تكون تفصيلية وتعرف تتوجه وتسأل المريض ايش الأشياء يعني بدء الحدث وتطور البيلة الدموية، الأشياء اللي بتفاقمها، قصته الدوائية، هل المريض يتناول مميعات مثلا؟ هل المريض عنده أمراض دموية؟ كل هذه الأشياء المفروض لما أنت بتسأله بالقصة تتوجه أكثر لسبب أو تشخيص تفريقي خلينا نعتبر للبيلة الدموية. طبعا الفحص، فحص مثل ما قلنا شامل لكل شيء، ممكن الأشياء اللي ممكن تترافق، كان عندنا مريضة في الجناح 3 أسابيع كان كل جسمها طبعا أتراجع بيلة دموية القسم، رجعت الإسعاف وانقبضت في الداخلية وطلبنا استشارة. الاستشارة كانت إنه مريضة بيلة دموية، فهي مريضة مولية طبعا، لكن للأسف ما حدا فحص المريضة بشكل صحيح، مريضة بدينة شوي سكرية، كان عندها للأسف هي دي في تي وعم تاخذ وارفرين، والمريضة داخلة بتمييع زائد وعندها نزوف من كل محل في جسمها، وبقع الكدمات اللي موجودة على جلد البطن كافي لأنه تقول لك إنه المريضة عندها سوء تمييع أو تمييع زائد هو بسبب البيلة الدموية يعني. فلذلك الفحص السريري الصحيح من ضمنه مجرد التأمل، مجرد أن تكشف بطن المريضة وتشوف الكدمات هاي فبتعرف إنه في عندها مشكلة غلط أو مشكلة جهازية تميزة عن بيلة دموية معزولة ما في سبب جهازي وراها. فلذلك نرجع نركز كثير على موضوع القصة والفحص السريري في كل مريض وفي كل قصة، ممكن أنت توصل لنتيجة سهلة وبسيطة وسريعة وتكون ضمن الإطار السليم للتشخيص التفريقي. طبعا فحوص الدم هي فحوص كاملة تشمل كل ما يتعلق في الدم من السي بي سي الكومبليت بلاد كاونت، ولازم أظن تعرفوها ودرستوها أنتم الكومبليت بلاد كاونت اللي تتضمن الكريات الحمر الكريات البيض والصفيحات، ولازم تعرفوا كل مجال طبيعي لأي واحد منهم ككريات بيض أو كريات حمر أو صفيحات، وإذا اختل أي واحد منهم شو المعنى أو شو الأسباب تبعه، ولما اختل الصفيحات شو بتؤدي متى تؤدي إلى النزف العفوي ومتى يكون معرض للنزف المريض ومتى تكون ضد المجال الطبيعي. فحص البول ضروري، موضوع فحص البول اللي يتضمن فحص مجهري لعينة منتصف التبول مع زرع جرثومي
وممكن نتحرى إذا كان عندنا شك في المريض إنه يكون عنده خباثة، نعمل سيتولوجي للبول فممكن يفرجينا خلايا سرطانية. طبعا الإيكو هو سماعة طبيب البولية، هو الإيكو، بحيث إنه يفتش عن وجود أي آفة واضحة ضمن الكلية أو ضمن الثاني، توضح له إذا كان في سبب مفسر لموضوع البيلة الدموية. وجود أو إجراء التنظير المثاني المرن هو إذا كان عندي أي شك في منشأ في المثاني وخاصة الأورام، فهو إجراء سهل يشبه إجراء القسطرة إذا كان تنظير مرن، ويمكن إجراءه في العيادة بسهولة. والصورة اللي واضحة في أعلى الصورة على اليمين واضح الطبيب يجري تنظير مرن لمريض في العيادة. التصاوير هو بتضمن مثل ما حكينا الاي في بي في حال عم فتش عن سبب، لكن الاي في بي في التفتيش عن بيلة دموية كمان يعتبر التغى كاستطاب. صار الطبق المحوري مع الحقن هو الاساس في استقصاءات البيلة الدموية، وتنظير المثاني يعتبر اختياري حسب الشك او التوجه. اذا كان عندنا شك في ورم مثاني فيستطب بالتنظير. طبعا علاج البيلة الدموية هو علاج السبب المؤدي، يعني البيلة الدموية ليست مرض، هي أحد أعراض طيف واسع جدا من الأمراض، تتضمن الرد البسيط إلى اضطراب نصف التحسر، إلى وجود الأورام، إلى وجود الحصيات، إلى وجود الإنتان حتى ممكن يكون سبب. نرجع لموضوع الاستقصاءات، مثل ما حكينا ضروري جدا موضوع الفحص الكامل للسي بي سي، وظائف نصف التحسر ربما يذكرها هون، نفس تخصص البيتي ديتكي ضروري نعرفهم ضمن النطاق الطبيعي. تحليل الكرياتين إذا في عندي أنا قصور كلوي، ميز إنه قصور كلوي ممكن يؤثر على وظيفة الصفيحات الدموية، اضطراب الشوارد. طبعا طب تحليل الكالسيوم وحمض البول لمرضى الحصيات في حال عنده ارتفاع في كالسيوم الدم أو حمض تسبب بحصيات الجهاز البولي. طبعا مثل ما حكينا هون الالترا ساوند واضح انه في عنده مريض حصات في الحويضه على الصوره، والطبق المحوري مسكوب تحت مشاهد، وصوره الاي في بي او الاي في يو موجوده بحيث انه احنا نميز اذا في الكليه وظيفيه غير وظيفيه، اذا في استسقاء، اذا في خباثه. لكن صعب جدا يعني تتميز، مثل ما كان سابقا اطباء الاشعه شاطرين في هالامور هاي، حاليا للاسف يعني صار الاعتماد على اجهزه متطوره اكثر، وتراجع دور الاي في بي، وسبب كمان السميه وعدم دقته مقارنه مع الطبق المحوري. الكولاج الكلوي هو اشيع سبب بيراجعوا فيه المرضى البوليه الاسعاف، وجود الم شديد او حاد جدا ويقلد حاله البطن الحاده هو الكولانج الكلوي، وذو بداية مفاجئة وألم خاصرة شديد جدا. طبعا يشبه بألم طاعن أو حارق أو ألم شديد جدا عاصر. كل العبارات يعني ممكن، يعني لا سمح الله إذا حدا منكم أو شاف مريض أو حدا من أقاربه فألم شديد جدا، يراجع فيه المريض العيادة وبيطلب أي مساعدة، ما بيرتاح على أي وضعية، بعكس مريض البطن الحادة وخاصة التهاب الزايدة ينطوي على نفسه. طبعا غالبا بيكون الكولانج الكلوي ناتج عن مرور حصات من الكلية باتجاه الحالب أو انسداد في مخرج الحويضة أو الوصل الحويضي الحالبي، فمجرد أي توطد في محفظة الكلية أو محفظة الحالب راح يسبب الكولانج الكلوي. طبعا مثل ما حكينا الانسداد هو السبب الرئيسي للألم اللي بيكون عميق وفي الخاصرة، وفي ناس بسموه الألم العاصر. وإذا كانت الحصات عدت في الحالب فطبعا بيكون ألم شديد، لكن يزداد وينقص له علاقة في حركة الحصات والحركات التمعوجية اللي بتسبب توتر في محفظة الحالب، فبيكون الألم يزداد وينقص حسب توضع الحصاد في الحالب ودرجة الانسداد. غالبا ممكن ينتشر الألم
من الخاصة باتجاه الصفن أو الضريب أو الشفر، وتغير صفات الألم حسب تموضع الحصاد، إذا كانت في الكلية أو أعلى الحالب أو أوسط الحالب أو أسفل الحالب. طبعا كتشخيص تفريقي لحالات الكولانجيكولوي ممكن يكون عندي التهاب كلي وحيضة بايلونفرايتس، أو حالة أم دم أبهرية، أو حالة التهاب زائدة دودية إذا كان في الطرف الأيمن، أو عندي حالة بيلاري كوليك كوجود الجولستون أو حصيات المرارة وقولنج مراري في الطرف الأيمن، أو حالة التهاب بيرتوان حاد عندي بيرتونايتس، أو التهاب رتوج داء الرتوج، أو التهاب الرحم والملحقات عند الإناث شائع جدا في النشاط التناسلي، أو عندي انفتال كيسة مبيض أو حمل هاجر، أو وجود شينجلز. شينجلز هو الهربس زوستر، أظن ذكرناه المرة الماضية في الأعراض، كثير شائع جدا مثل ما ذكرنا قبل قليل، أنه فحص المريض ضمن التأمل مجرد تشوف أنت بويصلات صغيرة ممتدة على طرف واحد بنفس مكان الألم، وألم حارق و يعني الساعات الجلدية محددة بجهة واحدة أو على مسار عصب واحد، فبتكون هذا الهربس زوستر اللي ممكن يسبب ألم شديد يقلد الكولانجيكولوي أو المكان اللي بتوضع فيه. فكل هاي تشخيص تفريقي لحالات الكولانجيكولوي، طبعا تضمن كمان وجود داء قرحي، داء قرحي عفجي أو انتقاب قرحي أو التهاب بنكرياس، كله الأشياء أو الجرد بالنسبة ل اللي عنده مشكلة بالفؤاد، وجود قلس معدي مريئي، بالإضافة آلام القولون ولا آلام الأمعاء الدقيقة، كلها بتتوضع في البطن وتنتشر إلى الجذع أو إلى الصدر أو إلى المغبن حسب المكان أو الأعراض المرافقة. طبعا من ضمنه نحن نعرف انه الم المراره ينتشر باتجاه الكتف وغالبا الكتف الايمن، وممكن حتى يقلده حاله انسقاب القرحه العفجيه. كمان بالنسبه للكولانجيكولوي مثل ما ذكرنا قليل في البنيه الدمويه، فلازم ضروري جدا القصة السريرية، الفحص السريري، وجود أو إجراء عند الإناث أخبار الحمل، وعينة منتصف التبول، تحليل بول عينة منتصف التبول، وإجراء الأشعة الكيوبي. الكيوبي نقصد فيها كدني يوريناري يوريتر وبلادر، فهو ضروري جدا يعني دائما اذا بتشوفونا في العياده نكتب بي يو بي، فخلص طبيب الاشعه او فني الاشعه بيعرف المقصود بي يو بي، لازم يظهر لي الكليه والحالب والمثانه في الصوره الشعاعيه. وطبعا الكي يو بي مع الالترا ساوند تقريبا يعادل 80% من المعلومات اللي ممكن يعطيني اياها الاي في بي او الاي في يو، فلذلك تم الاستغناء عنه او تحديد استخداماته للحالات الطارئة. للأسف ما زال في البلد يعني من الأطباء اللي ما حدثوا معلوماتهم من لما تخرجوا، ما زالوا يمارسوه، لكن قلت جدا الفائدة تبعه. حاليا الاعتماد الأساسي بالنسبة لنا في الفحوصيات على الطبق المحوري دون حقن جدا دون حقن، لأنه حتى تعرفوا أنه الحقن لا يفيد شيء في موضوع ساعة الكولانجوكولوي بالذات، ما في شيء الحقن، ما يغطي على محصلة موجودة، وربما بالاي في بي ما تظهر الكلية عندي صامتة أو في حالة صدمة وما تعمل أي إفراز، أنا عرضت المريض لصورة ليست ذات قيمة. أنا شايفين هاي طريقة إجراء الاي في بي تحت صورة الطبق المحوري، تظهر حتى الحصيات الناعمة إذا شايفين في الكلية اليمين عنده حصاتين صغار، في اليسار حصات. طبعا على صورة الكيو بي واضح عندي حصيات كبيرة جدا في الطرفين.
بالنسبة للكولانجوكلاوي والحصيات الجينية كعلاج، بالنسبة للحصيات الأقل من 5 مليمتر، وغالبا يتوقع المرور العفوي للحصاد ولا داعي لأي علاج نوعي لها. العلاج بيتضمن هو تسكين الألم أو قتل الألم، وبيتضمن بشكل أساسي النانوس رويدال أنتي إنفلاماتوري دراجز إذا المريض ما عنده قصور كلوي ولا عنده حساسية للنانوس رويدال أنتي إنفلاماتوري ولا عنده داء قرحي. فإذا المريض ليس لديه قصور كلوي، ليس له لديه حساسية من النانو سويد انفيرت، وليس لديه داء قرحي، أي مضادات الاصطواب للنانو سويد انفيرت الأساسية اللي لازم يكون واعي لها لما بيجينا مريض مباشرة في الإسعاف. بيعطوه ديكلوفيناك، بس دائما المفروض تستقصي قبل ما تعطي الديكلوفيناك ما يكون مريض ربو أو مريض قرحة أو مريض قصور كلوي، فتزيد الحالة تبعه سوءا. الاي دي فلويد طبعا لازم احنا نشجع المريض على شرب المياه، ونعطيه ممكن دفعة من اذا كان عنده خاصة متراكمة مع اوقياء او اعراض هضمية، ياخذ دفعة من سيروم ملحي بحيث انه يحسن المياه للمريض. يحاول اذا كانت حصاد صغيرة يساعدها في العبور بالادرار. الحصيات تعالج بطريقة العلاج الدوائي تغيير نمط الحياة. المريض لما بيتناول كميات كبيرة من البيض والحليب مثل مرضى الكسور، أو مريض بيتناول كميات كبيرة من البروتين كمرضى حمية الكيتو أو ما شابه ذلك، ضروري جدا تنظيم طبيعة الحياة، طبيعة شرب السوائل. نشجع المريض على شرب السوائل. مثل ما بتعرفوا مرضاتنا أو معظمنا نادرا ما يشرب مي، يعني نادرا ما اعطش، فبشرب ممكن كاسه او كاستين، هاي احد اسباب تجفاف تكون الحصيات. طبعا علاج حصيات الكليه بيتضمن بيركيتينوس نيفرو ليدوتوكسين، الحصيات عبر الجلد او البي سي ان ال او الاي اس دبليو ال، هو اكسترا كوربورال شوك ويف ليدوتريبسي او اليو ار اس يوترو ليدوتريبسي لتنظير الحالب تتت فيه الحصيات. هاي منظر إذا بتشوفوا القسطرة اللي موجودة في صورة الكلية واضحة هون، هاي القسطرة بنسميها نيفروستومي، نيفروستومي أو بي إن إل بنسميها نفسها، هي النيفروستومي أو قسطرة عبر الجلد توضع في الجهاز المفرغ ويخرج البول منها. هذا الجهاز اللي موجود بالوسط هذا جهاز تفتيت من خارج الجسم، المريض بيشطح في هون في المكان هذا، شايفين اللون الأحمر الرأس أو الكوتش تبع طاقات التفتيت تخرج من جهاز باتجاه الحصاد الكلية، وتكون مراقبة بجهاز الأشعة أو الجهاز القوسي بحيث إنه ناخذ بعدين الحصاد على مستويين، بحيث ان البعد الثالث البعد الفراغي تنطر عليه تحرق الطلقات الصادمة اللي بتطلع من الجهاز او تنظير حالب. يعني هلا راح نشوف صورة، هاي الحصيات ومبدأ في موضوع حدث انسداد او لا المشكلة. طبعا بالنسبة لتدبير الحصيات، حصيات الحالب يشجع المريض جدا على شرب السوائل، تسكن الألم ضروري جدا. طبعا كتسكين الألم لما مريض مثلا متحسس أو عنده مضاد اصطواب للنانو ستريد انفلاماتوريز، راح نعطيه المورفين أو البتيدين بشكل أساسي، ممكن كخيار بديل السيتامول إذا كان ما متوفر البتيدين، لكن كثير مهم ننتبه إذا كان في عنده مضاد اصطواب للبروفين او ديكلوفيناك او ما شابه او الترولاك، هي الاساسيه اللي نستخدمها احنا نانسترويدر انتي فايروس في علاج الالم لحصيات الجهاز البولي. فلاش ثيرابي او الاي في فلويد مع المدرات البوليه حسب طبعا موقع الحصاد بيكون طريقه العلاج. هلا مثل ما حكينا العلاج الحصيات اعلى الحاله مع الكليه،
مثل ما حكينا بيتفق سوائل بشكل كبير، ممكن يساهم بالحصاد تبتيت محاد جسم أو تنظير الكلية والتبتيت داخل الكلية أو تنظير الحالب وخاصة إذا كان مريض، أو الفتح أو الجراحة المفتوحة لاستخراج الحصيات. تفتح حصيات لأوسط الحالب بفلاش مثل ما حكينا وإعطاء السوائل مع المدور البولي، أو تنظير حالب أو جراحة مفتوحة. طبعا جراحة مفتوحة ما زلنا نذكرها كخيار خاصة في بلدنا، هلأ بتعرفوا حجم الحصيات وبتعرفوا ليش نذكرها كخيار. الحصيات أسفل الحالب فلاش تنظير الحالب، ممكن نستخدم دورميا باسكت أو خزع سماخ الحالب، ممكن نخزع نوسع سماخ الحالب وتنزل لحظات لحالة إذا كانت محشورة، أو الفتح الجراحي. طبعا آخر شيء مكتوب الفتح الجراحي فهو تقريبا شبه التغى معظم الأحيان إلا بحالات قليلة جدا. باسكت دورميا كمان التغيت، سابقا كان يعتبره هي صيد السمك يصيدوا الحصات وينزلوها، لكن للأسف كان تصير أحيانا اختلاطات جديدة جدا كل درجة تسلخ البطانية أو المخاطية تبع الحالب، تسبب في ضياع الحالب أو فقد الحالب، ونضطر نعمل عمليات زرع حالب أو استبدال حالب بأشياء أخرى. لذلك الدورمية تقريبا التغت دورها، يعني نشوفها تحت التنظير وتكون حصات صغيرة نسحبها فيها ممكن، لكن كان تجرى بطريقة عمياء تم إلغاءها. طبعا هاي حالة سريرية ضفت لكم إياها، طفل عمره 2.5 سنين معه حصاتين في الحاليبين. واضح الحصات؟ حصات اللي على اليمين حصاتين، تشوفون هاي حصات تقريبا كل حصات تقريبا بحدود 2 ل 2.5 سنتي، حالب الأيمن والأيسر. هاي الصورة طبقي محوري، الصورة الأولى اللي على اليمين هي كيوبي، الصورة الثانية المكتوب فيها قياس المريض الماضي بشهر 7 لتموز. إيش بتخيلوا هذا العلاج؟ حدا يعطيني علاج لطفل عمره 2.5 سنين ذكر رجعنا بحصاتين حالب، مين بيقترح إيش علاج هذا الطفل؟ حدا جراحة أحكي جراحة في بلدنا بصراحة رقم واحد، وكل الأطباء اللي شافوه جراحة. اقتراح آخر، ممكن خيار آخر؟ هذا عنده خيار آخر؟ حكيم، كأنه شكل الحصات بيضوي، يعني ممكن تنسحب أو الطفل اللي عمره 2.5 سنين ممكن تنسحب. طيب هذا الطفل فترة بعدين أجرينا تنظير حالب، فتتنا أول حصات وحطينا دبل جي، وحطينا دبل جي للطرف الثاني، الجلسة الثانية فتتناها. فترة بعدين ما احتاج الطفل لأي جراحة، رغم أنه نحن قبل ما ندخل المريض على غرفة العمليات فاضيين اب انه ممكن نضطر نعمل جراحه لهذا الطفل لانه طرفين يعني، لكن الحمد لله كان الانسداد غير كامل لانه هو شكله بصراحه بيضوي، لكن يعني يبدو الانسداد مو كامل رغم انه حجمه كبير. كان بالنسبه لنا مفاجاه انه ما كان في عند الطفل قصور كلوي، لكن غالبا بهيك منظر تخيل يكون عند المريض قصور كلوي. فهي الحالات هي الحالات المعقده اللي ممكن تراجعكم، لازم تنتبهوا لها انه ممكن يعني لا سمح الله هذا الطفل يدخل بقصور كلوي، وقصور كلوي مزمن بتخرب كليتين، وبيتعالج على اساس يعني علاجات بسيطه او علاجات الم بطني دون الاحتباس البولي. اظن يعني راح نمر عليه مرور سريع لانه يمكن افردنا محاضره كامله عن الاحتباس البولي وضباط القسطره في اول محاضره اذا بتذكروا. طبعا الاحتباس البولي هو عدم مقدرة الإنسان على التبول، وغالبا إذا كان احتباس بولي حاد فهو مؤلم ومؤلم جدا، مؤلم ومؤلم جدا الاحتباس الحاد، وما بيستطيع المريض التبول أو تنقيط بول ضعيف،
والحل تبعه هو بتركيب قصرة بولية. ذكرنا في صعوبة التبول أو مدى إذا إنسان حبس بوله مش ممكن يدفع، ذكروا طبعا ك فيزيولوجيا مرضية لوجود الاحتباس البولي، هو في عندي رقم واحد انسداد مخرج المثاني أو زيادة مقاومة الإحليل. زيادة مقاومة الإحليل اللي هي مسؤولة عن موضوع الاحتباس البولي، أكبر مثال له هو البلادر أوتلت أوبستراكشن، انسداد مخرج المثاني أو زيادة مقاومة الإحليل، هي معنى واحد بحيث أن المريض لا يستطيع أو المخرج التغلب على مقاومة المخرج. لو بلادر براجر وعدم مقدرة المثاني على رفع الضغط للبدء في عملية التبول، وغالبا هو قصور أو فشل في تقلصات المثانية تكون فعالة، أو interruption of sensory or motor innervation of the bladder، هو اضطراب في التعصيب الحسي أو الحركي للمثانة، يعني أو بمعنى المثانة العصبية. ومثل ما نكون شايفين، أي حدا منكم شاف الإيكو مجرد يحط البروب فوق المثانة بيشوف هذا المنظر، شيء كبير أسود، فهو مثانة ممتلئة في البول، ومثل ما كنا شايفين بالصورة المثانة واصلة للصرفة. لا، أسباب الاحتباس البولي طبعا كثير، هذا مسأله الطلاب للأسف ما بيجاوبوا عنه. عدد لي أسباب الاحتباس البولي، في أسباب متعلقة بالذكر، أسباب متعلقة بالأنثى، وأسباب مشتركة بين الطرفين. الأسباب المتعلقة في الذكر، الأشيع مثال الأشيع هو بلادر أوتلت أوبستراكشن، ازداد مخرج المثاني، أو تضيقات الأحليل، أو التهابات الأحليل والبروستات. وذكرنا إذا كان عندي التهاب بروستات حاد، فالاستطلاب بدل ما أركب قصرة بولية أحليلية أركب قصرة بولية فوق العانة. والفيموزز أو تضيق القلب الأمامي اللي بيسبب انسداد في عند النساء، هبوط الحوض أو هبوطات الحوض المتضمنة سيستوسيل أو ريكتوسيل أو اليوترين، هو القيلة المثانية أو القيلة المستقيمية أو هبوط الرحم. البوست سيرجري فور ستريس انكونتيننس، عمليات الجراحة معالجة سلس البول الجهدي، فممكن نتيجة العمل الجراحي نفسه يسبب احتباس بولي عند النساء. البلتيك ماسس مثل حالات أورام المبيض، أي أورام أو كتل حوضية ممكن تسبب احتباس بولي أو عدم استطاعة التبول. البلادر نيك أوبستراكشن، انسداد عنق المثاني، نادر عند الإناث إلا إذا كان في عندي ورم ثاني يسد العنق. عند الطرفين بشكل أساسي ممكن يكون طيات أو خثرات، بلد كلات او يرثرال كالكولوس، او تمزق الاحليل. تمزق الاحليل عدم استطاعه المريض على التبول او وجود احتباس بولي، او وجود مشكله عصبيه نيروجينيك بلادر، او سموث مصل سيل ديسفانكشن مترافقه مع العمر، يعني هو ضعف او وهن العضلات الملساء اللي مترافق مع العمر، او سداده برازيه الفيكال امباكشن. الكتلة البرازية ممكن تعمل كتلة كبيرة في الحوض وتسد الحليل، أو الأنال بين مثل الهيمورديكتومي. الأنال بين أي ألم شرجي ممكن يأثر ويعمل وزمة وضغط على الحليل ويسبب صعوبة تبول أو احتباس بولي. بيرقوس أناليجيسيك تريتمنت، الناس اللي متعودين ياخذوا مسكنات قوية عبر الفم، أو دراجز بعض الأدوية اللي ممكن تسبب احتباس بولي، أو سباينال أنستيزيا، التخدير النصفي أو التخدير الشوكي. الدراج اللي ممكن تعمل احتباس، إيش بتتخيلوا؟ كان عندنا المرة إذا عنده جواب، الأدوية التي تسبب احتباس بولي. إذا جاك والدك كبير بالعمر اتفقنا، تيسيري تواليتك ربع ساعة، فأنا بتعطيه
عصر أدوية. ألفا، نعم عصر ألفا، عصر ألفا للعلاج، بس إيش الأدوية اللي تسبب الاحتباس؟ المرخيات حكيم سبازما، نعم الأنتيكولينرجيك أو مبللات الودي مثل البسيدوفيدرين أو الإفيدرين. بالضبط استطاع عنده الله. هلأ تدبير الاحتباس البولي، التدبير الأولي هو قسطرة البولية وقسطرة فوق العاني، تمام؟ قسطرة بولية وقسطرة فوق العاني، تعلمنا في الدرس الأول طريقة تركيب القسطرة البولية الحيل أو فوق العاني. مثل ما كنتم شايفين العدة موجودة هون، العدة القسطرة اللي فوق العاني، تركيب فوق العاني. طبعا بعدين العلاج المتأخر للاحتباس البولي هو معالجة السبب، إذا عرفنا السبب فممكن المعالجة ويشفى المريض. طبعا قسطرة ثلاثية، ثلاثية الشعب، قسطرة ثنائية الشعب، ماليكوت. هي القسطرة فوق العاني أو البزل فوق العاني، شايفين الإبرة رسمي، هاي خطأ فوق العاني 1 إنش أو 2.5 سنتي، ندخل بشكل عمودي، العمودي مباشر بشكل عمودي على المثاني هو الأفضل، لأن الإبرة هاي تجي فوق العاني مباشرة وما يطلع بول، إنه ما يكون في بول عند المريض. هاي صورة حقيقية أحد المرضى تبعنا، شايفين وين المصل المثاني هون فوق العاني، منتصف المسافة تقريبا، منتصف المسافة بين الرهابة وبين السرة، هاي السرة هاي الرهابة، حتى هون شايفين جدار البطن، المنطقة هاي في عندي أنا ارتفاع واحتباس شديد عند المريض، طبعا ضخامة بروستات، واضح الصورة مو هيك؟ بننتقل هلا ل سبب آخر لإحتباس الأوعية البولية، حالة الصفان الحادة، حكينا عنها كثير المرة الماضية ورح نحكي عنها الآن، وكل مرة رح أشوفكم فيها رح أسألكم عنها. فحالة بتتطلب تدبير أو تقييم سريع جدا، تقييم سريع للمريض بشكل صحيح، ووضع تشخيص تفريقي، واحتمالية التدخل الجراحي الإسعافي لاستكشاف السبب أدى لحالة ألم صفن حاد. طبعا على رأسها بيجي التستيكولار تورشن، وهو الأخطر اللي ممكن يضيع علينا حياة الخصية، تموت الخصية، ممكن حتى الخصيتين يتموتوا، أو الحالة الثانية اللي ممكن كمان تكون خطرة هو حالة الفتق المختنق، يمكن ذكرنا لكم إياها، هم يذكروهم في التعداد لازم تذكروها، الفتق المختنق حالة صفن حادة، وانفتال مثل ما حكينا الخصية أو الزوائد الخصوية، زوائد خصوية أو زوائد بربخية، في زوائد للخصية زوائد للبربخ، هودي ينفتلوا يعملوا ألم أقل. الاتحاد هو البخ الابيديديمو اوركايتس، هو شائع جدا وهو سبب يعني تقريبا يعتبر الاول لحاله الصفان الاتحاد، لكن الاخطر هو انفتال الخصيه او الفتق المختنق، وبيجي بعده التصانيف الاخرى اللي راح نحكي عنها. بالجدول شايفينه ديفرنشال دياجنوزز اوف ذا اكيوت اند سب اكيوت سكروتوم، طبعا التورشن للسبرماتيك كورد او الخصيه نفسها، أو الزائدة الخصوية أو الزائدة البربخية أو التهاب بربخ أو التهاب بربخ وخصية فتق. طبعا الفتق إذا ما كان مختنق أو غاصص ما فيه ألم، وجود قيلة متصلة، قيلة مائية متصلة قد تسبب ألم، لكن الألم مثل ما قلنا تحت حاد ليس ألم شديد. نفس الشيء الهيدروسيل إذا ما تعرضت لرد فما بيكون فيه ألم، رد أو إنتان. الهيدروسيل اوف ذا كورد نفس الشيء، قيل الحبل المنوي او التروما، وجود تروما للخصيه ممكن يسبب الم حاد، او وجود لدغة حشرات انسكت بايت، او افات جلديه ديرماتولوجيك ليجنز، او التهاب اوعيه.
التهاب أوعية دموية مثل فلفريت هينوخشل لاين، أو إيديوباثيك سكلوتال إيديما في حالات وزمة صفن مجهولة السبب، وزم صفن بشدة. هذا يكون نتيجة حساسية لأدوية أو أغذية تحسس من المريض، وبيجي لك الطفل متوزم كل الصفن، والطبيب ما بيكون بصراحة في سبب واضح من الحالات اللي بيواجه فيها بشكل ألم حاد ووزمة شديدة المريض. حتى الأورام تحت حاد، بيرماتوسيل قيل البربخية كمان تحت حاد، بريكوسيل كمان تحت حاد، والنيروجينيك باثولوجي كوجود التهاب وتر المقربات ممكن يسبب كمان ألم صفني حاد رجيع، أو الكولانجر الكلوية مثل ما قلنا الآلام الرجيعة لازم نذكرها هون، إنه ما يكون في عندي مشكلة في القصة لكن المشكلة في الألم الرجيع اللي بيكون سبب آخر أو منشأ آخر. الانفتال هو التهاب الخصية بشكل أساسي، ممكن يكون هو السبب انقلاب الخصية داخل الصفن، وغالبا يعني تتوى الخصية أو بتنفتل وتطلع بشكل عرضي أو بشكل أعلى أسفل، تنقلب انقلاب كامل 180 درجة. طبعا أحد الأسباب الأساسية هو الارتكاز العالي للتونيك الجانس الغلالي الغمضية، تركز على الحبل المنوي بشكل عالي فبتعطي علامة الجرس، بنسميها مثل الجرس والبندول يعني تبعها، فبتعطي حرية لحركة الخصية اللي ممكن تنفتل وما ترجع وتسبب نقص التروية. طبعا أحيانا في بعض المرضى عندهم فجوة بين البرمخ وبين جسم الخصية، فبيكون في مسافة طويلة بتسهل انفتال البرمخ حول الخصية. أحيانا الجهد الشديد يسبب تقلص للعضلة المشمرة حالات البرد الشديد، أو الشد يعني حالات الشدة أو الحمل الثقيل، فبيسبب الخصية بشكل حلزوني حسب ارتكاز العضلات المشمرة على الحبل المنوي. غالبا لما بتشمر الخصية باتجاه الأعلى بتفتل بشكل حلزوني باتجاه الأعلى، فأحيانا ما بترتد فبيحدث الانفتال الخصية. طبعا شائع جدا انفتال الخصية بين عمر 10 سنين و 25 سنة، كثير مهم حتى بأعمار أقل من ذلك، يعني القصد إنه ذروة الشيوع بين 10 و 25 سنة، لكن ممكن يحدث بعد ذلك وقبل ذلك بكثير ممكن يحدث. لذلك له درجات أو أعراض مختلفة جدا عند الأطفال أو الولدان، ممكن يحدث وما يحسوا عليه الأهل، ممكن تتموت الخصية وما يحسوا وتضمر، ولكن في علامات ممكن أثناء الفحص السريري نحن نرفع الخصية باتجاه الأعلى، فمريض انفتال الخصية ما بيرتاح لأنه سبب الألم هو نقص تروية في الخصية نتيجة انفتال قبل، بينما مريض التهاب الخصية والبربخ ممكن يرتاح شوي نتيجة بخف ثقل الخصية وشد على البربخ شد على الحبل المنوي، فبخف الألم قليلا نتيجة خف ألم الشد على الحبل المنوي. طبعا بالنسبة يعني هاي المبدأ لموضوع انفتال الخصية، كنا حنطلع على المريض من عند قدميه باتجاه الأعلى، بيخلق الخصية اليمين لما بتنفتل بتفتل مع عقارب الساعة، والخصية اليسار بعكس عقارب الساعة، فإذا حدا بده يحاول يرد الخصية لازم يعرف كيف يرد الخصية، يرد الخصية باليسار مع عقارب الساعة أو باليمين بعكس عقارب الساعة، بمعنى بعكس طريقة الانفتال. لما برد اليمين بتنفتل مع عقارب الساعة، فبرد بعمل الانفتال بعكس عقارب الساعة، يسار بتنفتل بعكس عقارب الساعة، فبقى الرد بيكون مع عقارب الساعة. طبعا التشخيص الأكيد هو بإجراء الإيكو دوبلر بإيد خبيرة وغياب التروية الدموية عن الخصية، هذا المشخص. وفي حال عندي أي شك في التشخيص فالعلاج الأساسي هو الكشف الجراحي الإسعافي، حتى لو ما كان في انفتال أنا أنقذت الخصية لا سمح الله إذا كان في انفتال وما فتحت، الحل الأمثل. طبعا من ضمن العلامات اللي شايفينها هون هي انفتال المنوي،
في تضخم في الخصية وارتفاع عن المستوى الخصية الأخرى. هاي الحالات الخصية هون 360 شايفين العقدة، عقدة الخصية شايفين عقدتين كاملات. هاي التهاب انفتال الزائدة الخصاوية اللي بنسميها علامة حبة الكرز. طبعا الكشف السريع وإعادة أو رد الانفتال وتثبيت الخصيتين، تثبيت للخصيتين وليس الخصية المقتولة. الخصية الثانية بيكون فيها نفس التشوه، فلازم نحميها من حدوث المشكلة. طبعا إذا ما دخلنا بشكل سريع، حتى لما بندخل بنفوت نحن المريض ونخبره إنه في عندنا احتمالية إذا الخصية متموتة نشيل. لازم نحن نعلم المريض أو أهل المريض المرافقين تبعه بهذا القرار وناخذ عليه تفويض، وإلا حتى ما نقع في مشاكل. طبعا كان التشوه التشريحي بيكون موجود بالطرفين، فيفضل تثبيت الطرفين بشكل أساسي. بصراحة بنفتح لإنقاذ الطرف الآخر إذا ما كنا ملحقين ننقذ أول طرف. مثل ما ذكرنا هو هون حبة الكرز بيشوفوها بالزائدة الخصوية والبرواخية. طبعا هذا مثال حي لأحد المرضى اللي اشتغلناه، ما بعرف إذا واضح المقارنة بين الخصيتين. الخصية بالطرف الأيمن هي الخصية الطبيعية الوردية اللي تثبيتها صحيحة، الطرف الآخر اللون الأسود القاتم الداكن يعبر عن نقص تروية في الخصية. واضح الفرق بين الصورتين، بين اللون الوردي التروية الطبيعية وبين الطرف الآخر التروية الناقصة. طبعا دائما كل ما كان تشخيص سريع فلذلك في موضوع ظروفنا ما توفر عندي دوبلر، شاف جراحي هو الحل حتى لو كان في جهاز، فلا يمنع بشرط انه انا بكون انقذت الخصية في حال كان في عندي انفتال. اذا فتحته في التهاب ما في مشكلة، ممكن انا بس اكون راح ازود جرح على المريض، لكن بالاساس راح ياخذ انتيبيوتيك كعلاج للالتهاب. هون نجي على موضوع الالتهاب الحاد. الالتهاب الحاد للبرمخ والخصية طبعا الإنتان ينزل عبر الأسهر، عبر الباز ديفرنس، ينزل باتجاه البرمخ. أول ما بيلتهب البرمخ وبعدين إذا انهمل بصير التهاب خصي وبرمخ. طبعا الشيء الثاني ممكن ينتقل الالتهاب عن طريق الدم في كبؤرات تكون في البرمخ والخصية. طبعا الأعراض الأساسية هي الحرارة وعسر التبول مع وجود تورم في الصفن، تورم الصفن وألم مع سماكة في البرمخ. ممكن يحدث انصباب سائلي أو قيلة مائية ارتكاسية لالتهاب الخصية والبرمخ، يصير عندي قساوة وتورم شديد في الصفن. بتحليل البول وجود عندي بيضة قيحية أو جرثومة، أو وجود بتاع جرثومي، وجود جرثومي شادي. مثل ما شايفين هون بالصورة في على اليمين في عنده في الأيسر. هاي حالة التهاب سوى برمخ، بعض النقاط الصفراء على الخصية بجوز الصورة ما كتير واضحة، لكن تدل على بداية تشكل خراجات. أحتاج إلى راحة بالفراش، راحة مطلقة على الأقل لمدة 3 أيام. بعدين ممكن إذا تحسن الوضع بلش نسمح له بحركة محدود. رافع الصفن، نعطي أنتيبيوتيك حقن نغطي حالة التهاب جهاز البول المرافق، أو المتوقع. يحتاج إعادة تقييم بشكل متكرر للمريض حتى يتحسن وضعه ويتحول لالتهاب خصي وبرمخ مزمن وآلام مزمنة عند المريض. البارافيموزز، مرحلتين في موزز والبارافيموزز من حالات إسعافية. هو البارافيموزز هو عدم مقدرة إرجاع القلفة للأمام،
حيث يحتبس الجلد القلفي خلف الحشفة، يصير ضغط شديد على الحشفة والجسم القضيب حيث يتوزن دورة وتوزن وتسبب ألم شديد، ألم نقص تروية في الحشفة. طبعا من ضمن العلاجات نحط كمادات باردة، محاولة الإرجاع بشكل لطيف مع التزليق. إذا فشلنا في محاولة إرجاع القفي بعكس الحشفة فبيطلب هذا الشيء خزع جلد الختان أو القلفة أو إجراء العلاج الناجح، والأكيد هو إجراء ختان. هاي خلاص طبعا، هاي حالة البارا في موزز. الموز هو بالعكس القلفة باتجاه الأمام وعدم خروج الحشفة، وممكن تسرق فنتان أو احتباس بولي، تتطلب كمان علاج هو الخزع أو الختان. تقريبا الحالات الأساسية، الحالات الرضية عفوا غير الرضية تناولناها. طبعا ممكن تضمن بريابزم أو النواز المؤلم، ممكن ناخذه في درس آخر، اللي هو فقرة في درس آخر. في حالة بناء الفراكشر كسر القضيب كمان في راح يمر في درس آخر. بنجي حالات الرضوض التروماتيك انجري. طبعا التروماتيك انجري هي حالات رضية، رض على الكلية أو الحالب أو المثانة أو الإحليل أو الخصية، أو يمتد إلى الأعضاء الذكرية التناسلية الظاهرة. راح نبلش برد الكلية. طبعا رد الكلية هو أشياء أزيات الرضية في الجهاز البولي التناسلي، وبتضمن 80 ل 85% من أسبابها هو الرضوض المغلقة، البلانت تروما بنسميها الرضوض المغلقة. وغالبا هي بسبب حوادث سير أو شجار أو سقوط أو ألعاب رياضة أو اصطدام ب سيارة بسرعة ذات سرعة عالية. الحوادث الرضية النافذة بنتريتينج، النافذة نتيجة طلق ناري أو طعن سكين، تشكل 10 ل 20% فقط من الرضوض. واضح عندكم هون يعني مثل مقود السيارة أو شبه ضغط وأزق الكلية، شايفين هون ضغط الكلية، أو حالات سقوط بتتمزق كلية نتيجة السقوط. طبعا هون صورة الكلية شلون بتتحرك، ممكن تتمزق أو تنقلع عن كلاع. ملاحظات سريرية مهمة جدا لتقييم مريض رض كلية أو رض جهاز بولي. مهم جدا معرفة القصة السريرية للمريض والفحص السريري وسيناريو الحادث الرضي. بنرجع نحكي نحن القصة السريرية والفحص السريري هو مهم جدا في تدبير أي مريض، ومن ضمن الرضوض أو حوادث السير أو السقوط لازم نعرف نعمل فحص شامل للبطن والصدر وظهر المريض بشكل دقيق وصحيح، ولازم نلاحظ إذا في عندي أي ورم دموي أو وجود ألم بطني أو ألم خاصرة أو كسور أضلاع أو أزياد نافذة لأسفل الصدر أو أعلى الجذع أو خاصرة، لأنه ممكن يكون عندي إشارة أو احتمال وجود أزياء كلوية. من الملاحظات الهامة وجود رض على الخط الأبطي الأمامي، غالبا بيكون عندي أزية بمستوى سرة الكلية أو البيديكل أو الهيليوم أوف ذا كيدني. وإذا كان عندي رض في الخط الإبطي الخلفي فغالبا بتكون الأزية على مستوى البرانشيم الكلوي.
عندي كسر في الضلع حادي الطرف، فيزيد احتمال حدوث صد كلوي 3 أضعاف. شايفين شلون؟ وجود أي كسر في الضلع بيزيد 3 أضعاف احتمال وجود صد كلوي. لذلك نحن لما نطلب أشعة صورة صدر وصورة حوض ضروري جدا ننتبه على وجود أي كسر في الأضلاع، لأنه غالبا يعني غير موضوع ردود الأفعال أو الكبد في نتيجة كسور الأضلاع. طيب أنا عندي أذية كلوية متوقعة، ما هي الاستطبابات لتصوير يعني تصوير أو طلب التصوير أو الاستقصاءات الإشعاعية لمريض رد كلية؟ وجود بلانت تروما اند فيزيبل هيماتوريا، عندي رد مغلق مع بيلة دموية عينية، فهو استطباب لإجراء تصوير طبقي محوري. عندي بلانت تروما نان فيزيبل هيماتوريا، بيلة دموية غير عينية مع مريض شوك، مريض شوك بمعنى الضغط الانقباضي أقل من 90، هو استطباب للتصوير. ميجر ديسيلريشن انجري، أذية تباطؤية شديدة، فممكن يكون باب لسيجنال الإيميجينج. طبعا السبب هون بالأذيات التسارعية الأكسلريشن أو ديسلريشن هو احتمال انقلاع السرة الكلوية أو أحد أوعية الكبيرة أو الوصل الحويضي الحالبي بينقطع. فكتير مهم جدا نعرف نحن طريقة الحادث أو طريقة الأذية اللي تعرض للمريض، وتوقع إنه ممكن يكون في أذيات مرافقة ما تظهر. وللأسف كثير هذا الشيء عم بيصير في البلد، وبيتسبب على الأقل خسارة الكلية أو المريض في صدمة ما معروفة السبب. يعني visible or non-visible hematuria after penetrating trauma، أنا مجرد عندي أذية نافذة وعند المريض عنده بيلة دموية، فهو استطباب لإجراء تصوير. هون ما بيهمني البيلة الدموية إذا عيانية أو غير عيانية. عندي بيدياتريك تروما in a patient with visible or non-visible hematuria، نفس الشيء عند الأطفال إذا كانت البيلة الدموية عيانية أو مجهرية لازم أجري إصلاح. إذا كان في عندي أي أذيات توحي بوجود أذية كلوية، ف ينبغي إجراء التصوير. طبعا بالنسبة للأطفال عندهم احتمال الأذية الحشوية عالية، لأنه الأعضاء الحشوية هي أكبر نسبة لأجسامهم منها عند الكبار، وسبب نقص أو معطل الأطفال للصدمة فممكن ما تظهر الأعراض إلا بشكل متأخر، لكن تظهر بتكتسر الموضة بسرعة شديدة لأنه تكون بمراحل متقدمة. وعند الأطفال بيكون الأذية أكثر لوجود شذوذات الخلقية. يعني عند الأطفال ممكن يكون عنده مثلا تضيق وصل حويضي حالبي أو ورم أو استقصاء كلوي لسبب ما، فهي أكبر من حجمه معرضة للأذية أكبر إذا كان كبر الحجم. واضح هذا الاستطبابات بالنسبة لكم؟ كثير مهم جدا هذا السلايد، لأنه بيعطيك استطبابات لأنك تستقصي استقصاءات شعاعية لمريض عنده رد كلية. فإذا الأذيات المغلقة المرافقة مع بيلة دموية أو صدمة أو باطوئية أو وجود أذية نافذة ببيلة دموية عينية أو مجهرية، عند الأطفال وجود بيلة دموية عينية أو مجهرية، أو وجود أذيات توحي بوجود أذية كلوية. طبعا هلا بالنسبة للأذيات الكلوية كتصنيف، طبعا الألم بيكون توضع في الخاصرة أو فوق البطن أو يشمل البطن بشكل كامل، وجود بيلة دموية مبكرة أو متأخرة، مجهرية أو عيانية. أحيانا طبعا كقاعدة تحفظوها، البيلة الدموية لا تتناسب طردا، لا تتناسب طردا مع شدة الأذية. قد تكون أذية خفيفة وبيلة دموية عيانية، وقد تكون أذية شديدة جدا ومريض مصدوم
فلا يوجد بيلة دموية أبدا. تمام، كثير مهم هاي جدا القاعدة، سألتكم عنها تعرفوها، إنه ما في تناسب طردي بين شدة الأذية الكلوية وشدة البيلة الدموية. وأحيانا بغياب البيلة الدموية بيكون في عندي أذية شديدة. وجود كدمات الـ ecchymosis in the flank and the upper quadrant of the abdomen، وجود الكدمات في الخاصرة أو الربع العلوي للبطن، وجود أذية كلوية، كسور الأضلاع أو النواتج الشوكية المعترضة تترافق مع أذيات، وجود كتلة مدسوسة large retroperitoneal hematoma or urinary extravasation. لما بنجس نحن كتلة عند مريض رض، يعني ما كان متألم كان نحيف واستطاع نجس كتلة، فغالبا تعبر عن هيماتوما أو ورم دموي كبير أو ورم بولي خارج المحفظة، وجود تسريب بولي خارج المحفظة. طبعا ممكن المريض يترافق مع حالة التهاب برتوان حاد أو حالة شوك، يعني أو حالة حرارة رفع حراري، كلها هي تكون أعراض في الزوخة الكلية. طبعا درجات، هي درجة أولى هو مجرد تقدم، درجة الثانية وجود تمزق أقل من 1 سنتي، الدرجة الثالثة وجود شق أكبر من 1 سنتي لكن دون وصوله إلى الجهاز المفرط، الدرجة الرابعة وجود شق جهاز المفرط تسريب بولي، أو المريض عنده في أحد الشرايين الرئيسية أو انقلاع في بطانة الشريان الكلوي. الدرجة الخامسة هي نسميها الشطر الكدني أو الكلية المشطورة، تكون ممزقة بشكل كامل مثل ما نكون بالصورة، هي طبعا الاستئصال، يعني الدرجة الخامسة دوما أصلا. طبعا التدبير رض الكلية، في البداية لما بيكون عندي أنا رض كلية أو متوقع رض كلية، ضروري جدا أكون واثق إنه الكلية الثانية يعني تعمل وظيفية، عنده كلية ثانية وظيفية، عشان قرار الاستئصال أو عدم الاستئصال أو قابلية للإصلاح. وجود ألترا ساوند يعني معمول للبطن المقيم، وجود كلية أزياد مرافقة، لازم أعمل أنا الـ فانكشن تيست، يعني أعضاء الكلية مع بلاد جروب مع اكس ماتشنج، يعني نعمل قلب دم ونجهز المريض لكل الإجراءات. طبعا أي تداخل لو على مريض رد كلية، أي تداخل على مريض رد كلية قاعدة استئصال حتى يثبت العكس. لذلك 80-90% من التدبير هو تدبير محافظ وهو المفضل، إلا إذا المريض في حالة صدمة أو في عندي تسريب بولي شديد أو المريض درجة خامسة واستطاع استئصال كلية. طبعا التصوير الأساسي هو تصوير طبقي محوري مع مادة ظليلة. ممكن أحيانا نعمل نحن إذا فرضا عمليات وما بعرف وشدة الأذية ووجود الكلية الثانية، أحد التكنيك الإحصائي هو إجراء صورة أي في بي جرعة مضاعفة، جرعة مادة زي مضاعفة، تأكد وظيفة الكلية بالطرف الثاني. طبعا التدبير مثل ما حكينا تدبير محافظ بدرجة 80-90%، وأي تداخل استطباب حتى لو كان مع استطباب الاحتمال الأكبر 80% هو استئصال. حد عنده سؤال؟ حكيم، صورة الكلية اللي فرجيتنا إياها بأول محاضرة هي شو كان، استئصال ولا تدبير محافظ؟ هي هون هي فرجيتنا صورة بأول محاضرة لكلية، يعني يعني هي كان تدبيرها استئصال هي الكلية. نعم غالبا لما نحن موصلين، طبعا الكلية واضح، الكلية هاي الكلية شايفينها هون، الكلية مقسومة بالنص، وين القسم موصل؟ بس وصل لمنطقة السرة الكلوية فالاستئصال.
الغالب الاستئصال، الا مريض هلا راح احكي لكم عنه، مريض الكبش يعني، هذاك يعني سبحان الله يعني اخبرنا فيه الحمد لله في 40 سنه للاسف ما لحقت اطلع صورته من الفايل يعني لكم اياه، راح نحكي عنه هلا بعد قليل يعني ان شاء الله. مثل ما حكينا الجراحه 10 ل 20%، وغالبا الجراحه راح تعرفوا انه انتهى بالاستئصال. طبعا لما نحن مثل هاي هون صوره طلق ناري واضح، في راح رمم الاذيه واخذ خياطه، الخياطه تكون صعبه جدا على نسيج الكليه، بيكون هش جدا شبيه بالهيدروليه، فغالبا بنحط دهن او الدهن حول الكليه، او بنجيب الثرب، نجيب الثرب اللي موجود في البطن بنرمم فيه بحيث انه القطبه تمسك ما تشرم. واضح هون هذا الثرب بالصوره هاي، واضحه انه في شيء حتى تمسك الخياطه عليه، والاشياء المتموته ممكن نستأصلها. بالنسبه لاصابات الاوعيه غالبا غالبا تنتهي بالاستئصال، غالبا هو الاستئصال بشكل اساسي للكليه المشطوره او المقسمه. حالة الطفل اللي بحكي عنه طفل 14 سنة نطفه كبش، بس يعني أظن أنا من أسوأ الإصابات اللي بشوفها بحياتي، إصابات كلية يعني اللي بنقدر نحافظ فيها بصراحة على الكلية. درجة رابعة إصابتين درجة رابعة، وإصابة درجة يعني تانية تالتة. فترة بعدين إجى المريض مصدوم، ومصدوم جدا، والكل يعني كجراحين رادوا إنه نستأصل الكلية وما نخاطر. فالحمد لله خيطنا اللي مستطيع عليه وعملنا دك او دامج كنترول للكليه. دامج كنترول هو حد الاذى او جراحه الحد من الاذى، فعملنا دك للكليه وخلينا مراقبه في العنايه المشدده 48 ساعه، رجعناه غرفه عمليات، اكملنا اصلاح، غلفنا الكليه بالبنتوم او الثرب، رجعناه على العنايه المشدده، والحمد لله فضل 40 المريض تقريبا حواش الزيتون السنه الماضيه يعني قبل حواش الزيتون. والده شفت والده مشي شهر، فقال لي ما عرفني، فقلت له لا، قال لي انا اللي اساس اجيب لكم الكبش، اعتقل لكم الكبش واجيبه يعني، دعوه انه راح يقدم كبش فداء لابنه يعني. طبعا سبحان الله يعني الناس حالتها صعبه جدا، في قصص يعني مأساويه كثير بتصير مع الناس، ضمنها هاي من أسوأ الاصابات يمكن شفتها، حتى اصابات حربيه بشوف انه نصاص الكليه، بس انه إصابة شديدة نتيجة رد مغلق، إصابات شديدة بصراحة. طبعا الإصابات المغلقة غالبا شديدة بتكون انقلاع بفرة الكلية أو انقلاع بالقطاع الوصل الحيضي الحالبي، غالبا بتنتهي باستئصال الكلية بصراحة. عندي طفل عمره كان لما صار معه حادث موتور سنة ونص، طفل مزق كلي مع قطاع حالب صرف حيدي حالبي وقطاع حديد خلفي. أسوأ الإصابات اللي شفتها بهذا العمر، هذا حالة الطفل ما زلت متابعه، أمور معقدة من ذلك الوقت لحد الآن. صار يشافه يمكن 3 سنين أو 4 سنين. هاي مجمل شفتوا تصنيف هون كاتبين العلاج conservative حافظ، وهو العلاج الأساسي لكل الأنواع. مجرد تعمل تداخل الغالب يعني إذا ما أذية نافذة ينتهي بالاستئصال. أذية نافذة ممكن تجي بشكل مماسي أو بشكل سطحي، نحاول قدر المستطاع نحن نكون محافظين في أي علاج نأخذه. إذا في أي استطاب تداخل يعني استئصال الكلية غالبا 80-90%. أذيات الحالب، بالنسبة لأذيات الحالب المتهم الأساسي الأطباء في إحداث أذيات الحالب، نادرا جدا ما يكون في عندي أذية خارجية السبب أو يعني ما بتجاوز 20% نتيجة خارجي أقل من 1%، تترافق مع أذيات في الكلوية 20-12%. طبعا الأذيات اللي تترافق مع أذية كلوية غالبا بتكون أذية على الحالب يعني او تضيق طرف الوصل الحيضي الحالبي. 5 بترافق مع ازيات حالب بتكون يعني بمعنى ازيات هي اسفل الحالب. الازيات
جراحية مثل ما شايفين 80% هي أزياد جراحية، يعني أطباء هن مسؤولين عن أزياد الحالب، تمام؟ 80% فالنسبة عالية جدا. طبعا ليش أزياد الحالب عالية جدا؟ بسبب طبي، لأنه مرافق أو مجاور لكثير من أعضاء الحوض أو أعضاء البطن، فأي تداخل جراحي من جراحين وعائية، جراحين عامة النسائية، طبعا أكثر شيء نحن أصدقاء مع أخوتنا أو زملائنا أو زميلاتنا النسائية، دائما الله يجزيه الخير أثناء قيصرية أو نزف نتيجة صار رحم أو ما شابه ذلك يضربوا الحالب وهن ماشيين. طبعا حفاظ على الروح أهم من موضوع الحالب، لو ضربوا الحالب أو ربطوه فإن شاء الله بإمكاننا الحل يعني، لكن عشان إنه يشخص باكرا ويعالج باكرا. طبعا مثل ما حكينا البلفيك سيرجري بروسيدر يعني حالات الاستئصال الرحم عبر البطن، أو الإندوسكوبي كمان بيعملوها هن جراحين البولية أحيانا. طبعا احد الاسباب والغلطات الخطيره اللي صارت او شفتها في حياتي مريض عنده وظيفيه وحيده، تم ربط حالب خلف ربط دوالي خلف البرتقال، فكان مربوط الحالب وليس الدوالي، والمريض عملنا له لاحقا زرع كلي. فكثير مهم نعرف مثل ما احنا شايفين بالصوره هون، ممكن الازيه تكون علويه مع ازيه كلي أو متوسطة أو أسفل الحالب مع زيت المثاني، وهي الرحم مثل ما أنا شايفين هون رحم تنقطع مع الأوعية. الحالب يعني بيعدي بكثير أماكن حساسة، كثير مهم جدا أن ننتبه لأماكن الأذية. ممكن نحن نأذيه أحيانا أثناء تنظير الحالب لما بيكون في عنده تضيق أو حصاد، فسهل جدا الأذية. هلا بالنسبة للعلاج، طبعا الإصلاح مباشرة هو هذا الأفضل، قدرنا نصلح بشكل when injury occurs بيكون هذا الأفضل. طبعا المبادئ العلاج الجراحي هو tension free spatulated anastomosis، ما بيكون في شد على المفاغرة، وفي نفس الوقت موسعين الحالب بالطرفين بعكس بعضهم عشان ما يصير تضيق مكان المفاغرة، أو نعمل قفل على قسطرة حالبية اللي بنسميها، نعمل ريتروبيروتونيال درينج، نزح خلف البرتوان أو المفجر نحطه بحيث إنه ما يصير في تجمع وإنتان في حول المفاغرة. طبعا البرايمري كلوزر اوف بارشل ترانسكشن اوف ذا يوتر دايركت يوتر تو يوتر انستوموزيس، ممكن نعمل اذا كان الأزية جزئية نعمل خياطة مباشرة، ممكن نعمل مفاغرة حالب لحالب بشكل مباشر. ممكن الخيارات العلاجية الأخرى نعمل زرع للحالب على المثانة ريترو نيو سيستوستومي باستخدام عضلة الوسواس، تعليق مع عضلة الوسواس وسواس هيتش أو بوري فلاب. طبعا الوسواس هيتش بنعلق نحن المثاني، نسحبها ونعلقها على عضلة الوسواس، وفي نفس الوقت بناخذ شريحة نعملها كأنبوب طاغي الحالب عليها نسميها بواري فلاب، وتعليق المثاني على الحالب بحيث الأساسي تنشن فري في شد، أو نفاغر الحالب على حالب الطرف الآخر ترانس يوريترو يوريتروستومي، نفاغر حالب الطرف الأيمن على الحالب الأيسر أو بالعكس، أو نعمل بيرمننت كونتينوس يوريتروستومي. طبعا هو الأسوأ إنه تحول الحالب وتزرعه على جلد البطن، وشيء سيء جدا بالنسبة للمريض. إن شاء الله شي مرة بعرضكم حالات بعض المرضى اللي شفناهم من جاي حالة سيئة جدا، إنها يكون دائم المريض عنده كيس على البطن بينزل بول وغالبا بينقلع، أو يعني رحلة المريض تكون خارج جدا من رحلة البول. أذية المثاني أو تدفقات المثاني، الأسباب وجود ضربة بوكس أو رفسة أو سقوط. بعض الشباب بيمزحوا مع بعضهم بهي الأشياء، هي ضربة بوكس أو رفسة مع بعضهم أسفل السرة، فإذا كان الإنسان حابس بوله أو محصور في البول أو مثانته متبددة فبكل سهولة ممكن يصير في تمزق. حوادث السير
الضربات أو طعنات السكين أو الطلق الناري، الأذيات التنظيرية أو الأذيات الطبية الأخرى، وجود تأثير كهربائي أو استخدام الأدوات instrumentation. الأنواع في نوعين أساسيات: intraperitoneal داخل البرتوال وهو نسبة 20%، يحدث عندما يكون في عندي امتلاء تام للمثانة، ممكن نتيجة رفسي أو رد مباشر على المثانة تمزق قبة المثانة وتفتح على البرتوان. وعندي الإكسترا بيرتونيال رابتشر حوالي 80% ناجم عن رود ترافيك أكسيدنت أو جولف بلاينج أو فول أوفر ذا مين هول. هاي الحفر اللي بيعملوها ممكن واحد يسقط عليها هي ردود مباشرة على واضح هون الأسباب سقوط اللي بيؤدي إلى تمزق داخل أو خارج البرتوان. عن داخل البرتوان يحتاج إلى إصلاح جراحي، أما خارج البرتوان يعني لك 10 أيام لأسبوعين. طبعا بنحكي على الطاقات بالنسبة لمريض زيادة من الثاني. فعندي الثلاثي الكلاسيكي أو التقليدي، ألم فوق العاني في التبول أو وجود مجرد وجود هذا الثلاثي لازم يفكر الطبيب أو الطالب بوجود مثاني. الاستقصاءات هو وجود إجراء صورة شعاعية، بنلاحظ في عندي هرس تشابه في عظام الحوض، فممكن نميز إنه في عندي كسور في الحوض أو بالأشعة العانية، ممكن تسبب شظايا عظمية تنسقات في المثانة. طبعا ممكن يكون إحنا عندنا إثبات لبطن في تصوير الظليل متأخرة، واضح الصورة على يسار الصورة إكسترا بيرتونيال، واضح إنه محددة يعني ممتلئة لكن محددة الضغط تبعها خارج البرتونيال لأنه مكان كيف، بينما الطرف الآخر البرتونيال ممتلئة المثانة والمادة الظليلية بين العرى المعوية، المادة الظليلية منتشرة بين العرى المعوية. طبعا الايكو ممكن يفيدنا اذا في ازيات مرافقه، والطبق هو دائما استطلاع في حالات ربوط ايدي. طبعا التدبير اساسي حالات الضغط خارج البرتوان، او ممكن علاجها بالقصرة البولية شرط إنه ما يمتد التمزق لعنق المثانة أو البروستات. تعالج فقط بالقصرة البولية لمدة 10 إلى 15 يوم، 10 أيام لأسبوعين. إذا كان داخل البرتوان فيتطلب إصلاح جراحي وفتح مع نزح للمثانة وفتح داخل البرتوان في أي تجمع بولي داخل المثانة. يتم خياطة المثانة على طبقتين تأكد من عدم وجود تسريب، يجري غسيل نحط قسطرة ماليكوت أو فولي فوق العانة، نعمل نزح لوف البرتوان إلى خارج الجسم كمفجر، ونضع قسطرة فولي مغطى الإناث. المفضل إن احنا نحط قسطرة الفولي عند الذكور، مفضل الماليكوت أو القسطرة الفولي فوق العانة تخفف رض التحليل قدر المستطاع عند الذكور، ولازم تغطية واسعة بالصدادات لحدود تبسل. أذيات الأحليل، أذيات الأحليل من أذيات الجهاز البولي معقدة والتصاب تشخيص باكر وتدبير باكر تجنبا للاختلاطات الشديدة اللي تحدث عند المرضى. طبعا التمزق يعتمد على حسب المكان، غالب التمزقات تحدث إما في على مستوى الأحليل الغشائي وهو الأشيع،
أو تحزقات تحدث التحليل البصري. طبعا بالنسبة للتحليل الخلفي تعتمد على درجة التمزق، هل هو تمزق تام أم جزئي، وتعتمد على ماكية التحليل المتضمن كمان كامل أم جزئي، لأنه كما نعرف في عنا الجسم بنجي تحليل بصري حتى فتحة داخل البول. طبعا مثل ما انا شايفين في عندي هون السقوط بوضعية الدرج، إنسان ماشي دعس على طريق أحد مصاريف الصرف الصحية، فصارت الرد على العجان وعلى التحليل البصري حصل بين العانة بين جسم الصلب، بصير تمزق للحية الصلبية بهاي المنطقة. هون جت البايسكل ممكن تكون، أو وجود الحفرة يعني، أو حالات في الـ ممكن الرياضة أو الجمباز أو ما شابه ذلك، بعض الأشياء اللي بتسبب رد عجاني. طبعا الثالوث السريري هو وجود دم على الصماخ، وجود دم على الصماخ مضاد اضطراب لإجراء أي فحص بولية. لازم نعرف ليش موجود الدم، وإذا في تمزق عندي كامل أو جزئي أو عدم وجود تمزق. إذا ما في تمزق في الأحليل فعندي أنا تمزق في المثاني. رينا الهيماتوما، وجود هيماتوم في العجان واحتباس بولي. هاي العلامات وجود دم، وجود هيماتوما في العجان، احتباس بولي علامات تمزق الأحليل. الاستقصاءات هي تعتمد على الحالة السريرية الشخص سريريا، ويعتمد على ظليلة بالطريق الراجع ريتروغريد يوريثروغرام، تكون مشخصة 100% لوجود أو عدم وجود تمزق ودرجة التمزق. الإكسرا راي للبلفس لوجود مرافقة، الترا ساوند للبطن لوجود أذيات مرافقة أيضا فلازم نتأكد من المريض إذا عبر أي شيء من البول. إذا عبر أي شيء من البول فمعناته ممكن يكون جزئي وليس تام. إذا كان في عندي خروج البول من، إذا كان عندي جرح الإحليل ممكن يخرج البول طبعا هاي المحاولة تكون كأطباء عامين طبعا نهائيا أي أو شك تمزق ممنوع تركب قسطرة نهائيا، يجب أن تستشير الخبير. بالنسبة لليد الخبيرة ممكن محاولة مرة واحدة بشكل جنتلي تماما، حكينا عن القسطرة البولية دائما بتكون جنتلي وكمية كافية من التزليق وبسلاسة، إذا دخلت فقد تكون هي العلاج في حال حدوث يعني وجود تمزق جزئي، فهي العلاج الوحيد هو القسطرة البولية دون حاجة لإجراءات أخرى إذا دخلت القسطرة بشكل صحيح. إذا دخلت القسطرة فخلاص أنت ضروري جدا الإجراء التالي هو عند جراح البولية بإجراء القسطرة بإجراء قسطرة فوق العانة سوبرابيك كاثر إز دان. وجود طبعا إذا كان عندي مثل ما حكينا تمزق في الحليل البصري فالمفروض يصلح إصلاح، إذا كان اخترنا إصلاح الباكر فوجود قسطرة وإغلاق الخياطة بشكل مباشر، أو قسطرة فوق العانة نفس تدبير التمزق الحليل الغشائي. طبعا في الحليل البصري أحيانا ممكن ما نقدر نعمل مفاغرة، ممكن نعمل اليوريثروستومي فغر الحليل على العجان، فبصير المريض بيبول من العجان فغرنا الحليل البصري على العجان.
بحكي على تمزقات الإحليل الخلفي، فغالبا مترافقة مع كسور الحوض، وغالبا نتيجة حوادث السير تحدث أو السقوط. ممكن عن طريق تدبير بعض الأجهزة أثناء تدبير الحصيات ممكن، أو وجود القسطرة، إدخال القسطرة قد يتسبب بتمزق الإحليل على مستوى الإحليل البشائي، أو في حالات الولادة، قسرة الولادة أو الولادة المتأخرة والمخاض المتأخر، يضغط على الإحليل ويسبب التمزق في الإحليل. طبعا بيكون في عندي دم على أصماخ البول، صعوبة أو فشل في التبول، ووجود خروج البول من الصفن أو العجان أو جدار البطن. تحدث نواسير نتيجة وجود نواسير نتيجة انقطاع الحليب. المريض ما بيقدر يبول بالطريق الطبيعي، فبيتجمع البول في المنطقة وبيفتح باتجاه الجلد نتيجة أو شظية عظمية بيفتح الجلد، جدار البطن أو الصفن أو العجان. طبعا ممكن يترافق مع إذا وجود عندي حرارة أو سبسيز أو سبتيك شوك، يترافق مع شوك أو معزيات أخرى. طبعا بالفحص البي ار، هون اون بي ار اكزام، شايفين اون بي ار اكزام؟ اون بي ار اكزام يعني هو فحص الشرجي او عبر الشرج، بتكون بروستات يعني نشعر فيها عالية او غير مدسوسة، ممكن كمان يعني بنسميها البروستات الطافية او العالية، يعني ما نوصل لها اثناء الفحص الاصبعي. يعني الطالب بيوصل لسنساتي ما بيعرف مع بي ار، فمعناتها يحق له الرسوب بالجدارة. بالنسبة للUrethral Injury، طبعا مثل ما شايفين بالصورة هون، في تمزق أو انقطاع تام بين البروستات وبين القسطرة. طبعا هاي الطريقة شايفينها بالصورة، راح نحكي على الصورة شوي. شايفينها هون بالصورة، ندخل قسطرتين، قسطرة من الإحليل وقسطرة من فوق العانة، نربطهم ببعضهم، شايفين هون مربوطين ببعضهم. هاي الطريقة بنسميها Realignment. في الاينمنت البعض بياخذ قطب البروستات ويثبتها، شايفين هون في قطب البروستات ويثبتها على العجان، قطب خارجيه من البروستات باتجاه العجان، حتى هاي الفلوتينج بروستات تنزل لتحت، لانه ايش بيرفع البروستات لفوق؟ شده النزف بتدفع البروستات باتجاه الحوض، باتجاه اعلى الحوض. نحن نريد نرجعها لمكانها مشان اذا صار في تضيق او تجني عمل جراحي ثاني تكون الجاب او المسافه كثير قصيرة. كل ما كانت المسافة قصيرة نسبة النجاح هو بتكون أفضل. طبعا هون واضح إنه بالريتروجريد يورثروجرام، واضح هون طريقة التحليل السالك. طبعا مثل ما حكينا صورة الحوض كشف وجود أي كسور في الحوض أو كسور الشعب العانية، كسور الشعب العانية حيدوه انقطاع حليل خلفي حتى يثبت العكس، وكسور الحوض الشريكي ممكن تمزق مثاني رافق أو أزيد البروستات. الألترا ساوند لكشف أزياء أو المرافق الأخرى، التصوير الظلي تأكيد الأخطاء اللي موجودة. أما كومبليت راكتشر رود تكنيك، أي علامة الريل أو القاطرة المقطوعة نكرها في الصورة. في الصورة incomplete rupture، عندي انقطاع غير كامل. ممكن نعمل عورة عبر العانة أو في عبر العجان، لكن كله بشكل متأخر. حاليا الإصطدام الرئيسي إذا قلت السؤال نريد انقطاع حليل خلفي أو انقطاع حليل، العلاج الأساسي البدئي تركيب قسطرة القبر المقطورة في الحرب. بنستخدمها هي الريل رود أو الري ألاينمنت، بنستخدمها بسبب إنه العمليات انقطاع حليل خلفي
صعبة، تحتاج زمن طويل، إنذار سيء. طبعا الأشياء أكثر 3 أشياء بنخاف عنها في مريض القطاع الخلفي كاختلاطات، هو العلانة أو الضعف الجنسي، الدرس البولي، نقص التضيق أو فشل العملية. البناية الإنجري هي تمزق في القضيب، وأبلجن أوف سكين أوف بينيس بنسميها الزيبر إنجري، هي أذية السحاب، إنه بينقلع الجلد القضيب، أو حوادث بأماكن أداة صناعية ممكن ينشد أو ينقلع فعلا جلد القضيب أو القضيب، أو بأذيات الطلق الناري أو السلاح الناري. فيها عنا حالات شديدة، إن شاء الله شي مرة نكون في درس سريع بفرجيكم إياها. Fracture of the penis, disruption of tonica albuginea with rupture of the corpus cavernosa. حالات كسر القضيب تترافق مع تمزق للغلالات المغلفة للأجسام الكافية مع تمزق داخل الأجسام الكافية، يحدث نتيجة اجتماع، لكن وجود قوة مطبقة على القضيب أو الأجسام الكافية قوة كبيرة أو بوضعية خاطئة، بحيث أنه يتسبب ب كسر القضيب بحالة الانتصاب التام. غالبا المريض بيسمع صوت فقط الكسر، يعني صوت واضح ومميز بالنسبة للمرضى، بيذكروه بالقصة سرية، ويحدث حتما أثناء الانتصاب التام، والتشخيص نتيجة القصة والفحص السريري، يوضع التشخيص بالقصة والفحص السريري. مش ما حكينا كراكينج ساوند اند بيرجينج، في عنا واضح الكدمة واضحة وكدمة واضحة مع تورم شديد في القضيب، ويوصف بمظهر الباذنجاني نتيجة اللون ونتيجة الماء اللي بيصير في القضيب، ويجب الاستكشاف الجراحي السريع لتخفيف الاختلاطات من عنانة أو انحراف القضيب بعد الالتئام الجرح. أذيات الخصية لا تسيل تمزق في أحد أوعية الخصية بسبب دم أو نزف داخل الكيس الصفد، وممكن يحدث نتيجة رشف في سائل القيلة المائية. طبعا مضاد أصطاب رشف السائل تبع القيلة المائية، لكن بعض الأطباء بتجرأ على هذا الشيء. تحدث عندنا إنسان ممكن يصير خراج في الخصية وتتموت الخصية، أو يعني يسبب التهابات شديدة، أو يكون القيلة المائية هي ارتكاس لورم بسبب نقل الورم من درجة أولى لدرجة رابعة. فمضاد أصطاب لأي إجراء رشف في الإبرة، سابقا كان يجرى هذا الإجراء لكن تم منعه. مضاد أصطاب ما حكيناه هو تمزق يحدث في الأوعية مع التونيكا بسبب نزف شديد داخل الصفن، الصفن يتسع لحجم كبير من الكافيين بالكيفيت، حجم الدموي المفرغ من الخصية. طبعا بترافق مع الألم، تورم كدمي، ممكن الخصية ما تكون مدسوسة خاصة إذا محاطة بالورم الدموي. نعمل الألترا ساوند للصفن ونتأكد من حيوية الخصية، في تروية بالخصية، ونتأكد ما في تمزق بالتونيكا البوجينا المغلفة للخصية. إذا في تمزق المفروض استطباب للكشف الجراحي. طبعا ردود الصفن نفس الشيء، اذا ما عندي انا مجرد بس ورم دموي وما في تمزق في التونيكا البوجينا والترويه الدمويه للخصيه، الترويه الدمويه صحيحه، ما في داعي للاستكشاف الجراحي، ممكن العلاج المحافظ. لكن اي تاثر في الترويه الدمويه او
عدم اتصال او اماكن تمزق الغلاله البيضاء المغلفه للخصيه، ينبغي الكشف الجراحي واصلاح التمزق وافراط الورم الدموي. اظن يعني غطينا معظم الامراض الاسعافيه اللي بيراجع فيها المريض للاسعاف. يمكن بس الوحيد اللي ما ذكرنا البريابيزم، الانتان البولي له درس لحاله، الانتانات البوليه، وذكرنا على عجاله تموت كورنيه، كمان في له في لاحقا ان شاء الله. طبعا هذا ملخص لتقسيم الحالات الإسعافية الرضية أو غير رضية. فأنا أنه هي الحالات غير رضية هي ممكن تكون نتيجة إسعافات السبيل البولي العلوية أو السفلي أو الجينيتو سكروتال إمرجنسي. والحالات الرضية كل عضو حسب العضو ممكن يتأثر برد خاص فيه. أظن تقريبا هون خلصت المحاضرة. إذا في حدا عنده أي سؤال يا ريت يتفضل قبل أن ننهي. لسه عنده سؤال يا جماعة؟ لا بيسمعني؟ لا دكتور، الله يعطيك العافية. إذا ما في حدا عنده سؤال حتى ننهي، إن شاء الله أنا إذا تمكنت من الدخول لسوريا في الأسبوع القادم إن شاء الله بنلتقي فيزيائي. ما تمكن الدخول راح نتابع الرسمة إن شاء الله، أتمكن من الدخول والسرير إن شاء الله بمشي معكم إن شاء الله. في سؤال عن أي محاضرة يا ريت في عندكم دكتور أحمد تواصل معي جهوله هي ما في مشكلة. تمام أحمد دبي اسمه هيك، دكتور محمد موجود؟ متعودين ما تحكوا، معناتها راح نبلش في المحاضرات القادمة، نبلش نسألكم بدكم تشاركوا وتحكوا وما تكونوا نايمين يعني. مناسب الوقت بالنسبة لكم ولا بتريدوا أبكر؟ لا دكتور، ما في مشكلة. حسب ما في مشكلة بالنسبة، ما في أي مشكلة إن شاء الله. يعني ممكن هو بالثمانية أو بالسبعة ما في مشكلة. إذا في أي سؤال ابعثوه لمحمد دبيس. إن شاء الله هاي المحاضرة تكون استفدتوا منها، هي محاضرة بصراحة عملية أكثر ما تكون نظرية، وأشياء واقعة. ولما تداوموا بالإسعاف يكون عندكم فكرة بالأشياء اللي بيراجعكم فيها المريض، ضروري تدرسوها منيح وتحفظوها، بحيث انه اذا سالته سؤال اذا جاوبته من خلاله فغالبا بيكون ان شاء الله. لكن بناكد على موضوع القصه والفحص السريري صحيح، والمفروض كده تكونوا تتعلموا. الاتصال إن شاء الله. هسه تعلموا، اللي ما تعلم يركب قصه ضروري يتعلم. تمام إن شاء الله دكتور. ما في سؤال أنا راح أنهي. الله يعطيك العافية. أسبوع على خير إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.